وهذا الأمن عباد الله الذي يحتاج إليه الناس في هذه الدنيا لا يمكن أن يتحقق إلا بهذه الأمور. أولاً، شكر الله عز وجل على نعمة الأمن باللسان وبالقلب وبالجوارح. وأما بنعمة ربك فحدث بالقلب، وما بكم من نعمة فمن الله، كلًا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. بالجوارح، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ثانياً، أن يغاث الملهوف بأن يقدم له الخير وتقدم له الإعانة، فإنها بإذن الله سبب في حفظ الأمن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الطبراني: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الأمر الثالث: أن يحرص على إقامة الصلاة التي فرط فيها في هذا الزمن، وأن يحرص على إخراج الزكاة الذي فرط فيها في هذا الزمن لغلبة الشح في النفوس، وأن يقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مقتضى ما جاءت به الضوابط الشرعية. الدليل: الذين إن مكناهم في الأرض، التمكين في الأرض لا يكون إلا بهذه الأشياء، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. رابعاً، أن يلتف حول العلماء وأن يؤخذ من العلماء الراسخين وأن يقرأ في كتب السلف. ولذا ما نشأت مصيبة بالناس ولا عمت الفتن إلا بسبب بعد الناس عن طلب العلم الشرعي من أهله ومن مضانه، وهي الكتب التي قرأها علماؤنا ودرسوها رحمهم الله. خامساً، أن يلتف حول الولاة وأن يكون الجميع يداً واحدة، فإنه بالولاة تستقيم أمور الناس في الدين والدنيا بإذن الله، وكتب السلف شاهدة بذلك لما عظم الأمن لما ذكره إبراهيم في أول دعوته، لأنه بالأمن بإذن الله تحفظ لك كل ضرورياتك في هذه الحياة. ما هي ضرورياتك في هذه الحياة؟ دينك، نفسك يعني دمك، مالك، عرضك، عقلك. فبالأمن يحفظ الدين بإذن الله، بالأمن تحفظ النفوس والدماء بإذن الله، بالأمن تحفظ الأعراض من أن تنتهك، بالأمن تحفظ العقول من المخدرات والمسكرات، بالأمن تحفظ الأموال. ضروريات خمس يحتاجها كل مسلم، لا يمكن أن تقوم لها قائمة إلا بوجود الأمن، ولا أمن لا وجود لها إلا بالأمن بإذن الله، ولا وجود لأمن إلا بالولاة. سادساً، أن يحرص على التوحيد الذي يقلل من شأنه في هذا الزمن، فلا تسمع هؤلاء إما جهال وإما مستعلمون يقولون لا حاجة لنا في تعلم التوحيد، بل إن بعضهم يقول أين الشرك وأين البدع. سبحان الله، أعمى الله بصرك وبصيرتك، وتلك الوسائل وسائل التواصل تتصبب على جوالات أبنائنا وأهلينا بالليل والنهار من خارج هذه البلاد من البدع والإلحاد والمنكرات وما شابه ذلك من هذه الفضائع. لا أمن إلا بالتمسك بالتوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فتعلم التوحيد والحرص عليه بإذن الله يحفظ هذا الأمن، بل تحفظ خيرات الدنيا وتحصل خيرات الآخرة للعبد. أما أن يدعى غير الله أو تصرف عبادة لغير الله عز وجل أو تنشر وتستقبل البدع، هنا تأتي المصائب على الأمة، لأنه إذا نخر في توحيدها هنا يضيع الدين. وإذا ضاع الدين ما الذي يكون للدنيا؟ تضيع الدنيا.